موضوع شائك بس مهم في أساسيات حياتنا البروفيشنال. احنا كنا كتير واحنا اندر جرادويتس بنهرب من وركينج ان تيمز او وي ورك ان تيمز بمزاج انا واصحابي. خلاص ان ريل لايف ذس از نوت ذا كيس. Most of the time, almost all the time, okay, احنا بيفرض علينا التيمز اللي بنشتغل فيها. او على الاقل ما بتبقاش باختيارنا، بلاش تفرض علينا بس ما بنختارهاش بشكل كامل. اوكي؟ فمن هنا كنا بنتكلم على موضوع بقى عايزين او بنحب نتكلم عن موضوع working in teams من ناحيه working in teams كفرد من او عضو في التيم ده، او لو احنا اللي هنجمع التيم نجمعه على اساس ايه. انا بدخل على طول على الموضوع من غير مقدمات. موضوع ده له ادفانتجز. خلاص، واحده من الادفانتجز اللي احنا كنا بنتكلم عليها دلوقتي وان كنا لم نذكرها في اطار التيمز وانما هي ادفانتج فعلا ان انت تتعامل مع الناس، هي ان انت في دايفرستي اوف مايندز اند اكسبيرينسز. الدايفرستي لما كنا حتى بنتكلم على الكلام بتاع ستيفن كوفي وقلنا ايه، do not accept differences, do not respect differences, do not tolerate differences, celebrate differences. اوكي، فهو انت التيم بيفرض عليك الديفرنسز، ودي ادفانتج لو ان انت فعلا تقدر تقدر قيمة الاختلاف. اوكي، تقدر قيمة الاختلاف. يمكن كان في كده جملة يعني ادعى اختراعها، ان different opinions are like different colors of the light. You can never see white unless all colors are there. اوكي، فصحة المقولة دي ام لم تصح؟ فهي ما زلنا احنا ممكن ندعي ان فعلا اختلاف وجهات النظر واختلاف الخبرات الشخصية لافراد التيم بتثري التيم. اوكي، من الحاجات التانية ان طيب بدل ما في حد تاني ممكن يعمل الحاجة اللي انا ما اعرفهاش، اقدر انا اركز اكتر في الحاجة اللي انا اعرفها اكتر. انا ماليش في البروجرام، اوكي، لكن انا كويس قوي في المحاسبة، اشتغل انا في المحاسبة واسيب الراجل بتاع البروجرام في البروجرام. فوجود اكتر من بني ادم بيدي فرصة لكل واحد فينا انه يمسك في التخصص او احسن حاجة هو بيعملها، اللي هو كان سماه ادم سميث اللي هو ديفيجن اوف ليبر. اوكي، ان كل واحد يعمل حاجة اللي هو بيعملها كويس وبعدين نعمل تريدنج، ده بيزود الافشنسي بتاعت الكوميونتي. اوكي، لو كلنا نعرف نبني وكلنا نعرف نخيط وكلنا نعرف نوصف دواء وكلنا نعرف نعمل محاسبه، ما حدش فينا هيعمل حاجه فيهم كويس، وكلنا نعيش اندبندنت عن بعض، which is again not good. اوكي، لكن الاختلاف بيننا مصلحه. وجود اكتر من واحد في التيم هيدينا فرصه ان احنا نتشيك على بعض، وتشيك على بعض مش ان احنا بنراقب بعض، وانما لان الواحد اصعب ما يمكن انه يعمله هو انه يكتشف الغلطه بتاعته. صعب جدا ان انت تطلع غلطه انت عاملها. فبعد ما تخلص شغلك بتدي الحاجه للتيم ممبر اللي جنبك تقول له بص لي على ده، هات حاجتك انا ابص لك عليها. وانس اتغيرت العين اللي بتبص هتشوف الحاجات التانية، ويبقى البروبابيلتي انها تطلع الاخطاء تعلى.
وده هنا مش ان احنا واقفين لبعض على الوحدة، وانما هنا ده نوع من انواع السينرجي بيننا وبين بعض، تعاون بناء. اوكي، برضو sometimes it's fun to work with people. It might not be fun ان دي تبقى النتيجة. ده غلطتك، لا ده غلطتك انت. بس بما ان ربنا خلقنا اجتماعيين، ف sometimes it's nice ان احنا نشتغل مع حد، ما يبقاش شغلنا لوحدنا. However، ما دام في advantages يبقى لازم في disadvantages. اوكي؟ ما فيش حاجة نص الكوباية مليان ولا نص الكوباية فاضي، هو نص كوباية. إلا إذا جه حد شرب اللي فيه. اوكي؟ أول حاجة إن a chain is as strong as its weakest link. الضعيف اللي معاك في التيم هيوقع لك التيم نظريا، خلاص. however التيم لو اشتغل صح يبقى المفروض بيقوي بعض. اوكي، خلاص، ده ضعيف هنشيله من التشين او نشيله معانا. اوكي، يا هنلفظه يا هنكبر كسر، خلاص. بس ستيل التيم على بعضه مسؤول. الناس اللي هي تقدر تشتغل بس ما بتشتغلش، ليزي تيم ممبرز، تعمل معاها ايه؟ ده ديسادفانتج، دايما في واحد كسلان. بس انبهك ان ساعات اللي انت بتشوفه كسلان ده مش كسلان، بس هو وظيفته حاجه تانية في التيم. اوكي، ساعات اللي انت بتشوفه ما بيعملش حاجه، ده هو ده المخ، هو ده اللي بيطلع لك افكار. زي ما كنا بنتكلم على الدي اي اس سي، وقلنا ان الاي كتيم ممبر الفاليو بتاعه في انه بروبلم سولفر، يدور لك على الابتكارات والافتكاسات، خلاص. لكن ساعات ما تيجي تعتمد عليه في الهارد ورك، هيز نوت هارد ورك. طيب نرميه بقى ونخلص منه، ما ناخدش معانا الاي ده، ولا ناخده ونجبر كسره في الحته دي ونستفيد منه في الحته اللي هو كويس فيها، زي ما هنتكلم تاني دلوقتي. however واحد من الديسادفانتجز ان في ليزي ممبر، واحد يقدر يشتغل ومش عايز يشتغل، خلاص. ممكن يعملوا تحليل الغده، ممكن يكون عنده الهرمونات بتاع الغده منخفضه شويه، فعايز ياخد تي 4، ما اعرفش اسمه تي ايه، تي 3، ايوه اللي هم بتوع الغده دول. اوكي، بيرسوناليتيز ممكن يبقى فيها كونفليكت. اوكي، الصوره مش واضحه، ممكن يبقى في بيرسوناليتيز يحصل بينها كونفليكت. لو في اتنين دي، اتنين سترونج دي في التيم، طول النهار هتلاقيهم بيتخانقوا مع بعض، ديوك. اوكي، وقص على ذلك، مش ضروري اتنين دي، مجرد ان انا شايف ان المفروض ان انا اروح الشغل لابس بدله، وانت شايف ان المفروض انك تروح الشغل لابس تي شيرت، وكل يوم الصبح انت تقول لي انت ماشي جاي كل يوم مقمط كده ليه، وانا اقول لك انت جاي ليه بهدوم النوم. اوكي، ده في حد ذاته اختلاف بيرسوناليتي يخلينا احنا الاثنين ننفر من بعض، لو احنا بالسذاجه دي يعني طبعا. اوكي، وده موجود في اي تيم، خلاص.